السعودية لا هي مطبعة ولا راح تطبع ولا تبغى تطبع. هذا يعني كله كلام افتراء على السعودية عشان حاقدين على هذا أول شيء. وبعدين حنا لو نطبع مسرائيل ترى عادي والله العظيم. والله يا إسرائيل إن أفضل من الشعب الفلسطيني مليون مرة. هذا اللي ماذا قلتي؟ إسرائيل أفضل من من؟ والله لو نتسوي مع إسرائيل أحسن من الفلسطيني اللي 24 لا أنت لم تقولي هذا. أنت قلتي إسرائيل أفضل من الشعب الفلسطيني ألف مرة. يعني هذا والله يعني لا الشعب الفلسطيني هذا لا يستحق التعليق يا محمد. الشعب الفلسطيني شعب مناضل. الشعب الفلسطيني يدافع عن أولى القبلتين وثالث الحرمين التي أرسل ولي عهد المملكة العربية السعودية أحد صبيانه هذا المدون محمد سعود كي يذهب ليطبع هناك مع إسرائيل وضرب بالأحذية من هذا الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني هم أشرف الشعوب العربية وأنبل الشعوب العربية. لهم قضية حقيقية يدافعون عنها. لم يقتلوا ولم يجرموا ولم يبيعوا ولم يتنازلوا عن أراضيهم. الشعب الفلسطيني أحذيته فوق الرؤوس. وخاصة من في القدس هناك. من يدافعون عن بيت المقدس. من يدافعون عن أولى القبلتين وثالث الحرمين. أما أن نقول أن إسرائيل أفضل من الشعب الفلسطيني ويصدر هذا الكلام من مواطنة سعودية. هذا كلام سخيف لا يستحق أن نتوقف عنده أو نعلق عليه. عليك أن تراجعي نفسك يا أم أحمد في الحقيقة. يعني أنا أتفهم أن تدافع عن ولي العهد. أتفهم أن تدافع عن النظام. أتفهم ذلك. أتفهم أن هناك ذباب إلكتروني وذباب تليفوني يشارك في بعض البرامج أو على تويتر أو ما شابه ليدافع عن ولي العهد. ولكن دافعوا بعقل.